بحالي بحال جميع الزملاء اللي اليوم حاضرين معنا، يكون نوبوا على العديد من الطلبة. كنقولوا بأن الخروقات التي كانت كثيرة لا تعد ولا تحصى، نحاول أن نعدها في عدة أسطر إلا أنها كثيرة. وبهذا ولضيق الوقت ما يمكنش لي نطرق لها كاملة، إلا أنني سأشير اليوم إلى أحد الخروقات الإدارية والسياسية اللامسؤولة التي خرج بها سيد الوزير العدل وقال طلعت هبط. هنا كيتطرح لي تطرح لي عدة تساؤلات، من بعد ما قال بأن 800 اللي نجحوا و 1281 طالوا رأفة وطرقوا قلب السيد الوزير. نسائلك، فين كان ولدك مع 800 ولا مع اللي استعطفتيهم اللي استعطفوك؟ هذا سؤال مشروع. حنا ما كنلغيوش الابن ديال الوزير، ولكننا نتساءل كابن وزير مسؤول على امتحان في وزارته كيدخل ليها مع العديد من الافراد. كيف ما هادشي كيحيلنا مباشره على السؤال اللي طرحته الزميله ديالتي. كانوا بزاف ديال الناس من عده جهات ومن ابناء ناس اللي واصلين لبزاف ديال المؤسسات، وبالتالي كيبين لنا التواطؤ ديال عدة مؤسسات عندها مصلحة. وكسؤال آخر، شحال من قرار بصفتك الوزارية تختيه بنفس الطريقة بين قوسين خارقا للقانون بصفتك وزير العدل؟ سؤال آخر، ما هو المعيار اللي هبطيو وطلعتو به ناس كوزير العدل؟ كان من الممكن ان تطال رحمتكم ورأفتكم جميع الطلبة، فهي هاد المهنة لا تثقلك هي الدولة، فهي مهنة حرة. كيف ما كنعرفوا راه كاينين حتى بزاف ديال الناس عندهم الاهلية وما فاتحينش كاع مكاتب. وهل يمكن اننا نربط هاد التجاوزات مع هواجس المحامين؟ حنا اليوم ما عرفناش فين بغيتو توصلونا. نتساءل من خلال نسائل الحكومة، وزير العدل، المؤسسات كلها، فين بغيتونا نوصلو؟ لا حنا ولا كل من طاله ظلمكم وتغاضيكم، فين بغيتو توصلونا مباشره بصيغه مباشره؟ فين بغيتو توصلونا؟ خرجوا الشعب كامل، ما خليتو حتى شي جهه من الجهات ما قصوهاش. فين بغيتو الشعب يوصل؟ لعبي معاكم سترونج وعارفينكم شنو بغيتو، عارفينكم شنو بغيتو. قرينا علم السياسه والحمد لله، ما فهمتش علاش ما كتخلعكمش ثوره المثقف، علاش ما كتخلعكمش تساؤلات الشاب المثقف اللي هو كيتعتبر من الشباب اللي كينجحوا جميع الخطوات لانهم كيامنوا ماشي غادي نمر التخربيق. ولكن اليوم حنايا كندرسوا، ولو اننا ما كناش كندرسوا ما كناش غادي نرصدوا خروقاتكم اللي كتحاولوا تضغموها دائما وتستعطفوا الشارع. كنا كنسألوكم بصفتكم مسؤول علاش ما تطرقتيش للنقاط اللي كنسولوك فيها؟ تنسولوك أسئلة مباشرة غتجاوبنا أجوبة مباشرة، طحتي على راسك والاستعطافات الأخرى عاودها لراسك، تعاودهاش لينا. حنا كنسألوك كمسؤول وليس كشخص، ولهذا تجاوبنا كمسؤول وليس كشخص. من بعد الربيع العربي الذي كاد أن يعصف بالجميع، ولد المغرب دستور 2011 واللي كان كيحمي لينا العديد من الحقوق، كتبنا من خلال دستور تاع 2011 ونحن فيما بعد 2011 تنقولوا بأننا نحن نثق في المغرب، نثق في المؤسسات
هذه الحقوق وفي اول موقف تعرضنا له حنا في اول موقف كنختبروا مدى دستوريه ومدى تفعيل المؤسسات اللي خرج بها الدستور تاع 2011 فاذا باننا وتيقول لك الدستور وقع لك هاد وقعت لك هادي غادي تمشي لهاد المؤسسه وقع لك هاد الظلم غتمشي لهاد المؤسسه وقع لك هاد الظلم غتمشي لهاد المؤسسه فاذا بنا اليوم وقع لنا هاد الظلم وتعرضنا لهاد الظلم والتهميش والاقصاء محاوله الاقصاء لاننا حنايا كشباب مغاربه احرار ما غاديش نتقصاو رجعنا لهاد المؤسسه ولهاد المؤسسه ولهاد المؤسسه ولجميع المؤسسات التي خول لنا دستور 2011 اننا نطرقوها ولا استجابه لا استجابه بل لأبعد من ذلك ان من مور ما وصلنا مشينا للديوان الملكي احنا على يقين بان جلاله الملك الى وصلوا هذا اللعب بهذه الصوره سيتفاعل وهاد البساله اللي كديروا كمسؤولين انا ما غاديش تعجب سيدنا والضغوطات اللي كتمارسوا انا ما غاديش تعجب سيدنا وحنايا راه غادي نوصلوها لسيدنا بطريقتنا دابا الوقت بدا العد التنازلي الروح ديال الاخ امين نصر الله الذي هو حاضر معنا اليوم والارواح ديال الاصدقاء ديالنا اللي غادي يضامنوا ويعاودوا يزيدوا قسما بالله وعلى جثتنا ما غاديش نخليوها تزهق باطلا حنا معاهم وحنا باقين حاليا كنحلوا تنحاولوا نفكوا حيرتنا بيناتنا وتنقولوا لكم كمسؤولين ستتحملون المسؤوليه وكنحملكم مسؤوليه ما ستؤول اليه الامور من بعد خطوات تصعيديه اللي غادي تجي مستقبلا وستكون متنوعه وكرساله اخيره باقي كنحسبوا الموقع الحساس للدوله ديالتنا وباقي مصلحه الوطن كنحسبوها فوق كل مصلحه ما تختبروش الصبر ديالنا وما تختبروش اش من جهات ممكن نوصلوا لها وما تختبروش شناهي الخطوات اللي ممكن نوصلوا لها وما تختبروش الصبر ديالنا سيغتو وشكرا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.